حصل في الملكة؟ تأهلتي، ايه الجديد اللي عملتيه؟ احنا حاليا اتأهلنا للمرحلة التانية في برنامج الملكة، لسه برضو مستمرين للتأهل للمرحلة الثالثة. طبعا بنقوم طبعا بنفس المبادرات، بنحاول نجيب دعم من الفنانين، بيقابلنا اكيد مشاكل اكيد ويعني وصعوبات اكيد، عشان نحاول نجيب دعم عشان نتأهل للمرحلة الثالثة. هو لتاني مرة اكون في مسلسل مع استاذنا الكبير محمود عبد العزيز، بس ما اتقابلش معاه وجها لوجه. انا كنت معاه في جبل الحلال، وكنت معاه السنه دي برضو في راس الغول، بس للاسف يعني حظي الوحش بقى، مش عارفه ان انا برضو ما كنتش معاه وجها لوجه. بس كان ليا شرف اكيد ان انا اكون في مسلسل من انتاج ريمون مقار، استاذ كبير محمود عبد العزيز طبعا، فده ليا شرف اكيد. فوشي اكيد معايا في كل ما هو جديد معايا، اكيد بهتم اكيد بشغلي، بهتم برضو بلبسي، بشكلي، بمظهري قصاد الناس، فدي حاجه مهمه جدا ان انا لازم اهتم بيها اكيد. تعاملي مع مين من الديزاينرز، مع الميك اب ارتست؟ لا، ميك اب ارتست انا بس ما فيش حد معين. اوكي، ممكن بعمل ميك اب كمان لنفسي، بس كفاشون جينا سلطان.